بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأن قانون الرياضة وأحكام الإدارية العليا لا تسمح بأن يحاسب رئيس النادي سوى جمعيته العمومية. قد تحققنا من هذا التصريح الموجود على صفحته الرسمية على اليوتيوب، ووجدنا أن التصريح فيه خطأ كبير، حيث أن قانون الرياضة الصادر في سنة 2017 يسمح بمعاقبة رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات في عدة حالات. المادة 41 من اللائحة الاسترشادية للقانون نصت أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة دون الحاجة لجمعية عمومية في حالات تخلفه عن اجتماعات مجلس الإدارة 3 جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور 6 جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة. تسمح المادة بإزالة العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية. كما سمحت المادة 53 من اللائحة المالية الملحقة بقانون الرياضة وزير الشباب والرياضة محاسبة مجالس إدارات الأندية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم في حالات عدم رد النادي ممثلا في مجلس إدارته على مطالب الهيئات الرقابية على الأنشطة المالية للأندية والرد على ملاحظاتها خلال شهر، منع أي من أعضاء الهيئات الرقابية من ممارسة عملها داخل النادي، عدم سداد الالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية مثل التأمينات والضرائب. كما نصت المادة رقم 22 من لائحة لجنة الانضباط الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 2019 على معاقبة أي مسؤول بمجالس إدارات الأندية في حال مخالفة النظام الأساسي لاتحاد الكرة أو صدور سلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يتضمن كراهية وعنف وتحريض للجماهير واستخدام عبارات لا تخدم الروح الرياضية والإهانة والتهديد لاتحاد الكرة أو أي من عناصر اللعبة، وتبدأ العقوبات من التحذير والتوبيخ ثم غرامة مالية وصولا للحرمان من دخول الملعب، على أن تصل إلى المنع من المشاركة في نشاط كرة القدم والشطب من سجلات الاتحاد في حالة تكرر الأمر. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.